السلام عليكم يا شباب. انا النهارده في مطعم مصري جميل جدا اسمه سكالانس، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده عاملين انطباع مصري جميل في المطعم. المطعم بصراحه يعني تحفه. معانا دلوقتي المهندس سامح، ان شاء الله يدي لنا فكره عن الاكل ورايه في الاكل في سكالانس. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. اولا برحب بالجميع. بصراحه المطعم ده اثار انتباهي باحد المطاعم ذات الديكور المصري المميز اللي خلى الواحد ينتبه للتراث الشعبي بتاعنا، فده شيء جميل وقريب من المنطقه بتاعتنا. احنا طبعا في منطقه المربع شارع التلفزيون، فهي بجنب الكافيهات اللي هناك، فطبعا موقع حيوي جدا ما شاء الله، تفكير مميز. هي المنطقه دي يعني تتميز بكثافه تجمعات الجاليه المصريه، فاضافه الى ما بها من مطاعم اخرى متنوعه، مطعم سكالانس دخل بالطعم الشعبي متمثل بقى في الكبده الاسكندراني والمخ والكفته، واضافه الى بعض التنوع الجميل في الحواوشي والمكرونه سجق وكبده ما شاء الله، فشيء وسمين ما شاء الله كمان. فطبعا احنا بنتكلم على تحابيش كده، او معنى اصح تشكيله بنحتاجها احيانا بعد يوم عمل مضني، ان احنا نحاول ندوق حاجه من تراثنا الشعبي تمتعنا في الغربه اللي احنا فيها. بارك الله فيكم ويصل لكم الخير ان شاء الله. شكرا ليك مهندس سامح، شكرا للفريق بتاع المطعم، شكرا سكالانس.